ازيكم يا شباب؟ النهارده نزل باكج الارسنال وباكج الدوري الانجليزي، فالنهارده احنا مش هنفتح غير باكج ارسنال، وممكن بكره نفتح باكج الدوري الانجليزي. كل اللي احنا عاوزينه النهارده من باكج الارسنال هو جابرييل جيسوس ومارتينيلي وممكن توماس بارتي او جورجينيو، بس انا محتاج جورجينيو يعني لان ما جربتوش قبل كده ومحتاج ان انا اجربه. فيا ريت يجي لنا جابرييل جيسوس، ده اهم واحد فيهم لانه بيوصل 99 في التشكيله. فيا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وهنعمل تفتيح دلوقتي، هنروح نفتح على اللعبه دي، واللعبه اللي هتطلع لنا النهارده هنجربها وهنخش نشوف لعيبه الدوري الانجليزي. بس تقريبا لعيبه الدوري الانجليزي اللي نازله مش قويه جدا، يعني الباك ده كله ما فيهوش الا والكر وروميرو، يعني باك ضعيف جدا مش اللي هو برضو. ادي اول فتحة بحظكم انتو، بسم الله. جابرييل جيسوس ان شاء الله، دوري انجليزي 5 نجوم، حلو. مين بقى؟ يا الله زينشينكو يا جدعان، والله انا ما كنت عاوز زينشينكو. اللعبه دي بتعاندني، والله اللعبه دي بتعاندني يا جدعان. يا عم ماشي، الفتحه الثانيه مارتينيلي او جيسوس بقى. خمس نجوم رامز ده يا جدعان، يا جدعان والله انا ما محتاجه، ضعيف جدا الحارس ده. اخر فتحة بقى ان شاء الله يطلع لنا جيسوس. ما طلع لناش ولا واحد من اللي انا كنت عاوزهم، فان شاء الله يطلع لنا جيسوس اخر فتحة. 5 نجوم مين ده؟ الواد الياباني الباك اليمين توماسيو او توماسيو، مش عارف اسمه ايه، بس هو الواد ده ياباني. طيب يا جماعة انا هروح ادربهم في اللعبة علشان مش معايا بطاقة تدريب، فهخش كده على اللي هو الايفنتور وهدربهم. طبعا انا زبطتهم وجيت يا جدعان، فهخش كده. ده بيلعب ديفنس فول باك، بيلعب ديفنس فول باك يعني هيبقى واقف على الخط في الدفاع، مش بيتقدم خالص. ارقامه الدفاعية كلها متوازنة، الاستامن عنده عالية جدا 92، يعني هكمل معك الماتش كامل. وحالته ستاندرد، عنده مهارات الدفاع الهيدنج وعنده مهارات الدفاع. رامز دال بيلعب اوفنس جول كيبر، يعني بيتقدم لو في كورة، يعني زي نوير كده. ارقامه حلو، عنده الريتش 91، الريفلكس 97 87، فيعني ارقام متوسطه مش العاليه قوي، وحالته ستاندرد. زينشينكو بقى بيلعب فول باك فينيشر، ارقام بول كنترول 82، استحواذ في المساحات دقيقه 80، الباصات 82 83، فيعني ارقامه كويسه متوسطه، والسرعه 84، والاستامنا 94، والحاله بتاعته ستاندرد. عنده كل سكيلزات العرضيات، فهنخش نجربهم في الديفيجن. ليتس جو. هذا اول خصم جالنا الاسهم كويسه، بس زينشينكو سام مش كويس. دي تشكيله الخصم، تشكيلته جامده والله. بداية المباراة كده كرة عثمان ديمبلي، ديمبلي جليتش سنتر يا لعيب، أول تصدي من رامسدال. كرة ديبول، ديبول تشابي ألونسو، بنزيما حلو، هو كومان، كومان ولا هدف، والحارس يتصدى. أنا قلت هدف والله، أنا مش عارف صدها ازاي الحارس يا ولد يا تومسو. كورة عرضية ولا هدف الأول. أنا مش عارف إزاي يعني ميسي بيرفع برجله اليمين وبيجري
انتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0. يا ابن المحظوظة، جاله جيسوس الجديد. نطلع من تحت الضغط بمعلمة، تطلع من تحت الضغط. اللي قدامي ده بيلعب ضغط عالي جدا. كورة زينشينكو، فرانكي، حلوة لياو، خد عرضية كده ليفاندوسكي، والتسديد والحارس. كورة ديونج، كورة ليفاندوسكي، ليفاندوسكي، حلو لياو، تصويب والهدف الأول. هدف الأول عن طريق رافائيل لياو. كورة خطير، كفارة سخيليا بر، حلوة زينشينكو. كورة هرب مبابي، تصويب والدفاع، المدافع حط رجله في اخر ثانية. كورة زينشينكو، زينشينكو هرب، عرضية والثاني والق... ايه ده ايه ده، بص الكرة مشيت على القائم ازاي، مشيت على التلات عرضات. يا الله يا جدعان، نيمار جونيور متعديش من توميسو. كرة فرت سخيل يا تصويب، والحارس. ينتهي الماتش بنتيجة 1-1. حرفيا الماتش ده يا جدعان الخصم كان بيشوط من اي حتة. الماتش اللي بعده ننزل ليفاندوسكي ولا مبابي، نلعب كده ونخلي ليفا ورافائيل لياو الشوط التاني. تشكيلة الخصم تشكيلته حلوة، يلعب 4-3-3. بداية المباراة روح جوارديولا اللي فيك ده، انا مش فاهم انت. ميس خطير، والدفاع يا ولد يا زينشينكو. ديونغ والدفاع يا ولد يا زينشينكو، رجع غطى تاني واخذ الكرة. كرة خطيرة، كانسلو ديونغ، والهدف الاول عن طريق كينغسلي كومان. كورة خطيرة، بنزيما والقائم، ديونغ، يا الله الفينش عنده في الستينات ديونغ، بس دي ما تضيعش يا اسطى. كورة بنزيما، الفيك شوت من مبابي، يا الله يا جدع ما جاتش جون ازاي دي، حرفيا انا قلت جون بعد الفيك شوت اللي عملها مبابي دي. ثبت المدافع بوم والحارس. ايه ده انسحب، انا معرفش انسحب ليه والله. المباراة اللي بعدها دي تشكيلتنا، شوف تشكيلة اوه يا الله يا جدعان، ايه التشكيلة دي، تشكيلته خرافية بامانة، يعني دي فول ايبك او فول بيك تايم كمان مش ايبك. هرب فانيستر روي والدفاع، ايه ده والدفاع، فانيستر روي والهدف الاول. يا جدعان انا اقطعها كم مرة يعني. حلو فيك شوت ميسي، حلو اتسرعت دي، لو كنت بصيت مبابي كان جاي من تحت. حلو لسه كومان تسويق، يا الله يا جدعان الواد ده محظوظ فشخ، يعني مش عارف ايه ده. كورة كومان روبيتسون عرضية خطيرة والهدف الثاني. كورة حلوة ميسي، مبابي هرب، يا اسطى بتتأخر ليه، انجز. كورة خطير، تعالى بقى تعالى يا ولد، الهدف الاول. كورة يا اسطى جليتش سنترا بتعمله بميسي.
كوره مبابي خطير. يا وال يا و... يا جدعان بتسرع، انا بتسرع، الكور دي بضيع كور غريبه. يا ولد يا توميسو يا ولد، انقذ هدف محقق والله في اخر الشوط. ينتهي الشوط الاول بنتيجه 2-0 2-1 لي، وانا عمل تسديدات اكتر منه. كور عرضيه توميسو، يا جدعان جامد، باك يمين جامد وبيلعب مدافع على فكره. كوره خطير يا ابن اللعيبه يا روبين يا دياز، خدها من قدام الحارس، كان ممكن تخش الجون. حلو حلو ميسي. شفت يا جدعان؟ بص يا جدعان الكره بتاعته هو بتبقى عامله ازاي والكره بتاعتنا عامله ازاي. كوره رافيل لياو، كوره امبابي، يلا يا اسطى يا لعيب يا ابن اللعيبه يا امبابي. حاسم، اقسم بالله حاسم. رودري والدفاع، ينتهي الماتش بنتيجه 2-2. عارفين الماتش ده يا جدعان والله انا ضيعت فوز سهل من ايدي، بس انا مش عارف يعني، كانت ماشي حلاوه مع الخصم وكسبت كونامي وكسبت الخصم، يعني كونامي كانت بتلعب معاه. توميسو يا جدعان كان قافل الجنب عنده. تقييمي بقى للعيبة دي، زينشينكو وحش خالص يا جدعان، 6/10. رامسدال 6/10 برضه، يعني ضعيف جدا، حارس ضعيف جدا، اي شوط عليه بجون. توميسو بقى هو مش الجامد قوي، بس 8/10 حلو قوي عليه. وبس كده صاحب الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك.